بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينجي إخوتنا المستضعفين في أرض فلسطين، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: باب المخفوضات من الأسماء. بعد أن تكلم على المرفوعات ثم تكلم على المنصوبات، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المخفوضات. والخفض والجر سواء من حيث المعنى، إلا أن البصريين يعبرون بالجر والكوفيين يعبرون بالخفض، والأمر واسع، سواء عبرت بالجر أو عبرت بالخفض، الخطب سهل. وهنا يقول: باب المخفوضات من الأسماء. معلوم عندنا أن الرفع يكون للأسماء ويكون للأفعال، صح؟ وأن النصب يكون للأسماء ويكون للأفعال. أما الخفض فيكون لماذا؟ يكون للأسماء فقط. هل يكون للأفعال؟ والحروف كلها مبنية، صح؟ إذن الخفض يكون لماذا؟ للأسماء فقط. إذن ما فائدة قوله هنا: باب المخفوضات من الأسماء؟ هذا قيد، ها؟ هذا قيد لبيان الواقع. نحن درسنا تعريف القيد. ما هو القيد؟ ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع. ما جيء به لجمع أي لإدخال، أو منع أي إخراج، أو لبيان الواقع مثل هذا. باب المخفوضات من الأسماء، الخفض لا يكون في الأسماء. إذن هذا القيد لبيان الواقع، ليس المراد أن هذا قيد ليخرج شيئا، واضح؟ وإنما المراد أن الخفض لا يكون بحسب الواقع إلا للأسماء. إذن هو قيد لبيان الواقع. إذا تقرر هذا، فإن أسباب الخفض بحسب ما ذكر المصنف ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، أي مخفوض بحرف من حروف الخفض، مجرور بحرف من حروف الجر. الآتي ذكر بعضها. هذا النوع الأول، وقدمه لأنه الأصل. الأصل هو الخفض بحروف الخفض. قال: مخفوض بالحرف. الثاني: مخفوض بالإضافة. مخفوض بالإضافة أي مخفوض بسبب الإضافة. وظاهر عبارته أن الإضافة هي التي خفضت الاسم. والصحيح كما مر معنا في درس الكفراوي أن الذي خفض الاسم هو الاسم المضاف. والثالث: التابع للمخفوض، واضح؟ وهذا الذي ذكره أيضا ليس بمسلم، فإن الراجح أن الذي خفض التابع هو ما خفض المتبوع إلا في البدل، فإن الخافض فيه مقدر على نية تكرار العامل، واضح؟ سأشرح هذا الآن. يقول لك إن أسباب الخفض ثلاثة. السبب الأول: أسباب الخفض ثلاثة.
السبب الأول من أسباب الخفض بارك الله فيكم حروف الجر، كقولك مثلا ذهبت إلى المسجد، فإن المسجد اسم محفوظ الذي سبب الخفض العامل الذي هو حرف الجر، هذا العامل وهذا المعمول. ما الذي خفضه إلى حرف الجر؟ هذا السبب الأول من أسباب الخفض. السبب الثاني من أسباب الخفض قال الإضافة، هذا التعبير الذي عبر به الإضافة، كقولك مثلا هذا كتاب زيد، فإن زيد هذا مخفوض. ما الذي سبب له الخفض؟ إضافة زيد إلى كتاب، إذن الإضافة سببت الخفض لزيد، لكن هذا يا إخواني بارك الله فيكم ليس بمسلم. الراجح عند النحاة أن الذي سبب الخفض لزيد هو المضاف، هذا فالمضاف هذا هو العامل، واضح؟ والمضاف إليه هذا هو المعمول، المضاف إليه هذا هو المعمول، جيد؟ وبالتالي هذا سيكون عاملا لفظيا. لو جعلت الإضافة، هي التي خفضت، سيكون العامل عاملا معنويا. فهمنا هذا؟ وهذا سيأتي في درس مستقل بعد هذا الدرس، جيد؟ الثالث من أسباب الخفض التبعية. التبعية كقولك مثلا مررت بزيد العاقلي، مررت بزيد العاقلي، فإن بزيد زيد هذا مجرور بحرف الجر من القسم الأول، لكن العاقل هذا مجرور، ما الذي عمل فيه الجر؟ لماذا جر؟ جر لأنه نعت لزيد، واضح؟ إذن التبعية سببت له الخفض، إذن ما سبب الخفض هنا؟ التبعية. هكذا قال المصنف، قال إن التبعية هي التي سببت له الخفض، لكن هذا الكلام أيضا ليس بمسلم، فإن النحاة يقولون التوابع أربعة، ما هي؟ النعت، التوكيد، العطف، البدل، صح؟ يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، صح؟ هذه الثلاثة بارك الله فيكم منها النعت، الذي يعمل الخفض فيها هو إيش؟ عامل المتبوع، عامل المتبوع، أين المتبوع؟ أين المتبوع؟ زيد، صح؟ ما الذي عمل الخفض في زيد؟ الباء، هذا الباء يعمل الخفض في زيد ويعمل الخفض في العاقل أيضا، فهمتم؟ سواء كان التابع نعتا أو كان التابع توكيدا أو كان التابع عطفا فالحكم سواء، أن الذي يعمل الخفض في التابع هو ما يعمل الخفض في المتبوع، سواء كان الذي يعمل الخفض في المتبوع حرفا أو إضافة. يعني ممكن تقول مثلا قرأت تقول مثلا هذا مررت بأبيك، لا أنا كتبت مثالا هنا أكرمني صديق زيد العاقلي، العاقل وصف لمن؟ للصديق أو لزيد؟ لزيد. ما الذي خفض زيدا؟ المضاف صديق. ما الذي خفض العاقل؟ المضاف أيضا.
نفس العامل الذي عمل الخفض في زيد هو الذي يعمل الخفض في التابع. قد يكون هذا العامل هو المضاف، قد يكون هذا العامل هو الحرف. فهمتم؟ وصلت المعلومة؟ إذن بارك الله فيكم، التابع إذا كان نعتا أو كان توكيدا أو كان عطفا فإن العامل فيه هو نفس العامل الذي في المتبوع، سواء كان العامل الذي في المتبوع حرف أو كان العامل الذي في المتبوع إيش؟ مضاف. واضح هذا؟ واضح؟ جيد. إذا تقرر هذا فما العامل في البدل؟ نقول العامل في البدل مقدر، البدل على نية تكرار العامل. مثال، لو قلت مررت بزيد أخيك، أخيك هذا بدل من زيد، تقدير الكلام مررت بزيد بأخيك، بأخيك. واضح؟ على نية تكرار، على نية تكرار العامل. واضح ولا لا؟ إذا تقرر هذا فهذا بالنسبة للتبعية. يقول هنا، نقرأ مرة أخرى، قال فالمخفوض بالحرف، عفوا، قال المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. هذه ثلاثة، هذه الثلاثة يا حمزة اجتمعت في البسملة. انظر، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن اسمي هذا مجرور، ما الذي عمل فيه الجر؟ ها، الباء. أحسنت، هذا حرف. أحسنت، اسم الجلالة أيضا ما الذي عمل فيه؟ ها، المضاف. إذن هنا المضاف. الرحمن مجرور صح، ما الذي عمل فيه الجر؟ ها، التبعية، التبعية. والرحيم كذلك التبعية. واضح ولا لا؟ إذن اجتمعت الأسباب الثلاثة في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فهمنا هذا ولا لا؟ فالذي خفض اسم حرف الجر، والذي جعل اسم الجلالة مجرورا المضاف اسم، والذي جعل الرحمن الرحيم مجرورين التبعية، لأن الرحمن الرحيم نعتان لاسم الجلالة. واضح؟ فاجتمعت الأسباب الثلاثة في البسملة. إذا تقرر هذا فإنه يقول المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة، وقلت لك الصحيح إن الخفض بالاسم المضاف وتابع للمخفوض، وبينت لك ما الصحيح عند النحاة في هذا. قال رحمه الله فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض، سيذكر حروف الجر الآن، ذكر 14، أنا أفضل أن ترقمها لأنه بعد ذلك سيعتمد على هذا الترقيم. قال فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بالأول من الثاني إلى الثالث عن الرابع على الخامس في السادس الباء السابع اللام الثامن الكاف التاسع حتى العاشر الواو الحادي عشر التاء الثاني عشر ربع الثالث عشر مذ الرابع عشر منذ. كم هذه؟ 14. وهو لم يقصد الاستيعاب، فإن بعض حروف الجر لم يذكرها، ومنها ما مر معنا قريبا، خلا عدا حاشا، فإن هذه الثلاثة تأتي حروف جر وتأتي أفعالا. واضح؟ إذن هو هنا لم يقصد الاستيعاب، ذكر الأشهر. قال من هذه إخواني لابتداء الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام،
سواء كانت الغاية زمانا أو مكانا أو غير زمان ولا مكان، وإلى لانتهاء الغاية. تقول ذهبت إلى المسجد، أي أن ذهابك انتهى إلى المسجد. ومنه الآية السابقة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا الغاية قد تكون زمانا وقد تكون مكانا وقد تكون غير زمان ولا مكان. مثلا تقول أرسلت الرسالة من زيد إلى عمر، فمن هنا لابتداء الغاية، لكن الغاية هنا ليست زمانا ولا مكانا، من زيد ذات إلى عمر، هذه نهاية الإرسال إلى عمر. وانتهاء الغاية هنا يا فازة ليست زمانا ولا مكانا. وعن هذه تفيد المجاوزة، تفيد المجاوزة، ابتعاد شيء عن شيء، هذا معنى المجاوزة. تقول مثلا رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، أي أن السهم ابتعد عن القوس. تقول مثلا سرت عن البلدة، أي بعدت عنها. وعلى وهي تفيد الاستعلاء، في القرآن الكريم سيأتي وعليها وعلى الفلك تحملون. قال وفي للظرفية، كأن تقول الماء في الكأس، جيد. قال واللام تفيد الملك، تفيد الاستحقاق، تفيد الاختصاص. تفيد الملك كقولك مثلا الكتاب لفردوس، هذا تفيد الملك. تفيد الاختصاص فيما لا يملك، كأن تقول مثلا الإطار، تعرفون الإطار؟ العجلة، الإطار للسيارة، السيارة لا تملك لكن هذا الإطار يختص بها، واضح؟ والاستحقاق كقولك الحمد لله، أي أن الحمد مستحق بجميع أفراده لله عز وجل. والكاف تفيد التشبيه، كقولك زيد كالقمر، وقد تفيد غير ذلك، كأن تفيد التعليل. قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي لأنهما ربياني صغيرا. وقول الله عز وجل واشكروه كما هداكم، أي لأنه هداكم، أي لهدايته لكم، تمام. قال وحتى، حتى لانتهاء الغاية أيضا، حتى مثل إلى. الفرق بينهما أن ما بعد حتى، أن ما بعد حتى يدخل فيما قبلها أو لا يدخل؟ يدخل فيما قبلها، وما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. ولذلك لو قلت قرأت القرآن من أوله إلى سورة الإسراء، فإن هذا يقتضي أنني لم أقرأ سورة الإسراء. ولو قلت قرأت القرآن من أوله حتى سورة الإسراء، فإن هذا يقتضي أني قرأت سورة الإسراء، فهمتم؟ هذا عند الإطلاق، إلا إذا جاءت قرينة تدل على خلاف هذه القاعدة. وذكرت لكم أكثر من مرة بيت الحافظ السيوطي في الكوكب رحمه الله، وفي دخول الغاية الأصح لا يدخل مع إلى وحتى دخل. قال هنا والواو، أي الواو التي للقسم، كقولك والله، واضح؟ والتاء أي التاء التي للقسم، كقولك تالله. ورب وهي تفيد في الأصل، تفيد التقليل، لكن استعملت كثيرا في التكثير. ولذلك قيل في رب تفيد التقليل قليلا وتفيد التكثير كثيرا. في الأصل تفيد ماذا؟ التقليل، لكنها استعملت كثيرا في التكثير، واضح؟ فهي تفيد التقليل قليلا
وتفيد التكثير كثيرا. ومذ ومنذ، وهذان الحرفان لا يجران إلا الزمان فقط، سيأتي بعد قليل ربما في الدرس القادم، لا يجران إلا الزمان فقط. تقول مثلا ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، وتقول مثلا ما رأيته منذ يوم الجمعة، لا يجران إلا أسماء الزمان فقط. جيد، كم هذه؟ 14. قبل أن نستطرد في هذه الأمثلة أريد أن أقول لكم شيئا، أن حروف الجر يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بارك الله فيكم حرف جر أصلي، والقسم الثاني حرف جر شبيه بالزائد جعلته في الوسط، والقسم الثالث حرف جر زائد. ما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث؟ هذا يحتاج للانتباه، بعضكم قد درس هذا معي من قبل واليوم أنا أكرره مرة أخرى. طبعا يا إخواني هذه الحروف لها معاني، معاني مهمة يحتاجها الفقهاء، ولديك في كتب الأصول كلب الأصول جمع الجوامع يذكرون هذه المعاني، معاني الباء، معاني إلى، معاني عن، معاني في، يذكرونها باستطراد ويفصلون فيها ربما أكثر مما هو موجود في كتب النحو لأهميتها عند الفقهاء. وقد ذكرنا في شرح كتاب العوامل للجرجاني رحمه الله تعالى كلاما واسعا وأمثلة فقهية تتعلق بهذه الحروف، من أراد المراجعة فليسمع الشرح. جيد، إذا تقرر هذا فحروف الجر ثلاثة أقسام. القسم الأول حرف جر أصلي. حرف جر أصلي ما معنى حرف جر أصلي؟ يفيد معنى غير التوكيد، له معنى غير التوكيد، يفيد معنى غير التوكيد، واضح؟ مثل على سبيل المثال في تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، إلى تفيد الانتهاء، إذن له معنى غير التوكيد، هذا يسمى حرف جر أصلي. هذا حرف الجر الأصلي يجر لفظا ويجر محلا. فأنت لو قلت مثلا ذهبت إلى المسجد فإن المسجد مجرور لفظا وأيضا مجرور محلا، إذن هو مجرور لفظا ومحلا، وأيضا له متعلق. هذا يحتاج إلى بعض الشرح، ما معنى متعلق؟ سأمسح هذا، أظن لا تحتاجون إليه، موجود في الكتاب صح؟ ما معنى له متعلق؟ ما معنى التعلق؟ ما معنى التعلق؟ التعلق، التعلق ما هو؟ ارتباط معنوي بين الفعل أو ما يشبهه، هذا الطرف الأول تمام، والجار والمجرور، ارتباط ماذا؟ معنوي، ارتباط في المعنى بين ايش وايش؟ ارتباط في المعنى بين ايش وايش؟ بين الفعل او ما يشبه الفعل من طرف، والجار والمجرور في طرف ثاني، الفعل وما يشبهه. ما الذي يشبه الفعل؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، اسم التفضيل، تمام؟ هذا ما يشبه الفعل. ما مثاله؟ ما مثاله؟ الله عز وجل في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم. عليهم هذا جار ومجرور صح؟ عليهم هذا جار ومجرور، بماذا يتعلق يا فقيه؟ بماذا يرتبط عليهم؟ بماذا يرتبط؟ يرتبط بالفعل أنعمت. أنعمت على من؟ أنعمت على من؟ عليهم. إذن الجار والمجرور له ارتباط من حيث المعنى، معنوي. بمن؟ بالفعل. هذا مثال للارتباط بين الجار والمجرور بالفعل، واضح؟ غير المغضوب عليهم هذا جار ومجرور أيضا صح؟ فقيه انتبه معي، هذا جار ومجرور يرتبط بمن؟ يرتبط بالمغضوب، مغضوب على من؟ عليهم صح؟ إذن هذا الجار والمجرور يرتبط بقوله مغضوب. مغضوب هذا ما نوعه؟ هل هو فعل؟ إيش هو؟ هذا يشبه الفعل، هذا اسم مفعول. هذا مثال لما يشبه الفعل. وهذا أنعمت ها؟ فعل صح؟ إذن هذا مثال لارتباط الجار والمجرور بالفعل، وهذا مثال لارتباط الجار والمجرور بشبه الفعل. جيد سأوضح لك هذا بمثال أقرب، أرجو أن تنتبهوا معي. في واحد يكتب في الخلف لا يعرف أن القاعدة وقت الشرح أنه يمنع الكتابة. لو قلت مثلا ناديت عمار ناولني الكتابة من المسجد. ناديت عمار ناولني الكتابة من المسجد، أين الجار والمجرور؟ أين الجار والمجرور؟ من المسجد. الآن من المسجد هذا يتعلق بماذا؟ كم عندنا فعل هنا؟ فتح. كم عندنا فعل؟ اثنان، ناديت ناولني. الجار والمجرور بماذا يتعلق؟ معناه يرتبط بماذا؟ هل يتعلق بالفعل ناديت أو يتعلق بالفعل ناولني؟ يختلف المعنى ولا يختلف؟ يختلف. فإنك لو قلت يتعلق بالفعل ناديت، فتقدير الكلام ناديت عمار من المسجد ناولني الكتاب. من في المسجد؟ لا، ناديت عمار من المسجد ناولني الكتاب. إذا قلت من المسجد هذا يتعلق بالفعل ناديت، ناديت عمار من المسجد ناولني الكتاب. من في المسجد؟ أنا صح، المنادي صح، واضح يا عمار؟ جيد. ولو قلت إن من المسجد يتعلق بناولني، إيش التقدير؟ التقدير ناديت عمار ناولني الكتاب من المسجد، يعني الكتاب في المسجد وأنا خارج المسجد، فناديت عمار ناولني الكتاب من المسجد، الكتاب الذي في المسجد وليس أنا. اختلف المعنى ولا اتضح؟ فقيه. الآن هذا أهمية التعلق، قد يترتب على هذا فهم المعنى. ولذلك قلنا التعلق ارتباط معنوي، ارتباط معنوي بين الفعل أو ما يشبهه، هذا الفعل أو ما يشبه الفعل من جهة، وبين الجار والمجرور يا فيصل من جهة أخرى، واضح أو لا؟ بناء على هذا، بارك الله فيكم، بناء على هذا قد يترتب اختلاف في المعنى. فلو قلت ناديت عمار وكان الجار المجرور يتعلق بالفعل ناديت، ستكون أنت في المسجد والنداء حصل من المسجد والكتاب خارج المسجد. ناديت عمار حال كوني في المسجد مثلا، أقرب لكم، تمام، ناولني الكتاب. وإذا قلت إن الجار والمجرور متعلق بناولني، إيش يصير المعنى؟ ناديت عمار
يا عمار أنت في المسجد فناولني الكتاب، هذا المعنى. إذن أنا خارج المسجد، فهمت؟ وبناء على هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حديث، في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إيش؟ قالت إني حائض، إني حائض، واضح؟ هذا مهم أن تفهمه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، ما معنى الخمرة؟ ما معنى الخمرة؟ الخمرة سجادة صغيرة، سجادة صغيرة يضع المصلي رأسه وجهه جبهته عليها عند السجود، تسع الوجه واليدين، صغيرة، فهمت ولا لا؟ تسمى ليس مثل هذه السجادة، هذه كبيرة، لكن هذه فقط للوجه واليدين فقط، تسمى إيش؟ خمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فأخبرها أن الحيض ليس بيدها. ما المقصود؟ السؤال، قوله من المسجد هل يتعلق بقال أو يتعلق بناوليني؟ واضح؟ إذا كان يتعلق، لا أريد جوابا جماعيا، الذي يفهم يرفع يده. إذا كان يتعلق بقال كيف سيكون المعنى؟ ها رفقي فقيه ما شاء الله فقيه، كيف سيكون المعنى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وعائشة في البيت، لأن بيت عائشة رضي الله عنها كان ملاصقا للمسجد، فهو في المسجد وهي في البيت، صح؟ فقال لها من المسجد، قال ناوليني الخمرة أي التي في البيت. عائشة تستغرب كيف أمد، لأن كان هنالك نافذة صغيرة قوة بين بيت عائشة وبين المسجد، كيف أدخل يدي في هواء المسجد حال كوني في حيض؟ فأخبرها أن الحيض ليس بيده، هذا المعنى الأول. أحسنت، ممتاز يا فقيه. جيد، واضح ولا؟ طيب على المعنى الثاني، المعنى الثاني لو جعلت من المسجد متعلق بناوليني إيش يصير؟ الخمرة في المسجد، صح؟ أحسنت أبا حيدر، الخمرة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تدخل المسجد حتى تأتي بالخمرة، صح؟ قالت له أنا حائض، فقال لها الحيض ليس بيدك، يعني ادخلي، أنت تدخلين بالقدم فقط ليس بيدك. إذن فيكون فيه دليل على جواز دخول الحائض إلى المسجد، فهمت ولا لا؟ إذن من قال بالجواز استدل بماذا؟ استدل بأن قوله في المسجد أو من المسجد متعلق بناوليني، والجمهور ومنهم الشافعية الذين منعوا ذلك، أي منعوا دخول الحائض المسجد، تمام؟ قالوا إن قوله من المسجد متعلق بقوله قال لها من المسجد، فهمتم ولا لا؟ إذن هذا الخلاف الفقهي بنى على ماذا؟ انبنى على اختلافهم في فهم المتعلق، هل المتعلق بالجار والمجرور قال، هل الجار والمجرور تعلق بقال أو تعلق بناولين؟ ولذلك هذا فهمه مهم. أحسنت يا أبا حيدر، جيد، هذا فهمه مهم لأنه ينفعك خاصة عند تفسير الآيات أو عند شرح الحديث، تعرف متعلق الجار والمجرور لأنه ينبني عليه أحكام. إذا تقرر هذا أرجع مرة أخرى فأقول بارك الله فيكم، حرف الجر الأصلي هذا
يفيد معنى غير التوكيد واحد، وأنه يجر لفظا ومحلا اثنين، وأنه لا بد له من متعلق يتعلق به. ما هو المتعلق؟ ما هو المتعلق؟ فعل أو ما يشبه الفعل، تمام؟ المتعلق فعل أو ما يشبه الفعل، جيد؟ طيب، هذا إذا كان حرف الجر أصلي، إذا كان حرف الجر أصليا، فإن كان حرف الجر زائدا فإنه يختلف عن الأصلي. حرف الجر الزائد هذا ليس له معنى إلا التوكيد، لا يفيد معنى آخر، يفيد ماذا؟ التوكيد فقط، واضح؟ يفيد ماذا؟ التوكيد فقط. ما مثاله؟ ما مثاله؟ تمام؟ مثاله فما له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فما له من فئة، فما له من فئة، اسمع إلى هذين اللفظين. اللفظ الأول لو قلت في قارون عندما خسف الله به الأرض قال الله عز وجل فما له من فئة ينصرونه من دون الله، ولو كانت الآية هكذا فما له فئة ينصرونه من دون الله، هل هنالك فرق من حيث المعنى أو لا؟ أيهما أبلغ؟ من فئة، إذن من هذه جيءت بها لتقوية المعنى لإفادة التوكيد، لا توجد أي فئة، استغراق في العموم، لا توجد أي فئة ينصرونه من دون الله، جيد؟ إذن من هذه فائدتها التوكيد، وهي التي يعبر عنها بعض النحاة بقولهم زائدة، ومقصودهم بقولهم زائدة أنه ليس لها معنى إلا التوكيد فقط، ليس المقصود بزائدة ليس لها معنى أبدا، لا، المقصود ليس لها معنى إلا التوكيد، فهمت علي؟ واضح؟ هذه تفيد التوكيد فقط، وهي تجر لفظا أما محلا لا تجر. لديك هنا فما له من فئة، فئة مجرور بمن، لكن في الحقيقة هو مجرور لفظا مرفوع محلا. ليش؟ إيش محله؟ أه؟ محله مبتدأ مؤخر. تقدير الكلام، تقدير الكلام يا فرحان، فما له فئة ينصرونه من دون الله، فما له فئة ينصرونه من دون الله، واضح؟ إذن هذه تجر لفظا فقط لكن محلا لا تجر، بخلاف هذه الأصلية، بخلاف حرف الجر الأصلي يجر لفظا ومحلا، فهمت؟ طيب، الأمر الثالث، هذه الزائدة أو حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى، لا إلى فعل ولا إلى ما يشبه الفعل. ولذلك انظر هنا، فما له من فئة ينصرونه، من هذه لا متعلق لها، لا تتعلق بشيء، جيد؟ فهمنا هذا؟ جميل. هنالك قسم وسط، منزل بين المنزلتين، جيد؟ هذا يسمى حرف الجر شبيه بالزائد، مثل رب، هذا حرف جر شبيه بالزائد رب، من جهة يشبه حرف الجر الأصلي، ومن جهة أخرى يشبه حرف الجر الزائد. انظر، تقول مثلا رب رجل كريم، رب رجل كريم مثلا لقيت، رب رجل كريم لقيت، واضح؟ هنا رب هذه تفيد معنى أو لا تفيد معنى؟ لها معنى خاص أو لا؟ إيش معناها الخاص؟ ما؟ تفيد التقليل قليلا وتفيد التكثير كثيرا، إذا لها معنى خاص غير التوكيد، معي رونا أو لا؟ معي. إذا لها معنى خاص، بهذا تشبه ماذا؟ بهذا تشبه الحرف الأصلي، صح؟
بهذا تشبه حرف الجر الأصلي، إذن هي تميل إلى هذا الاتجاه، جيد. لكن هل تجر لفظا فقط أو تجر لفظا ومحلا؟ تجر لفظا فقط، محلا لا تجر، واضح؟ رب رجل، رجل هذا لفظه مجرور، لكن ما محله؟ محله مبتدأ، مبتدأ ومفعول به هنا، مفعول به أو مبتدأ، مفعول به هنا، لأن هذا لم يستوفي فعله، لم يستوفي مفعوله. لو قلت لقيته، لو قلت لقيته سيكون في محل، في محل رافع مبتدأ. إذن اللفظ مجرور، صح؟ اللفظ مجرور، وهذا درسناه أيضا، اللفظ مجرور، لكن المحل، المحل محل الرفع مبتدأ على أنه لقيته المثال. إذن هي تجر لفظا فقط لكن لا تجر محلا، جيد. هل لها متعلق؟ بهذا شابهت ماذا؟ بهذا، بهذا شابهت الزائد. هل لها متعلق أو لا؟ ليس لها متعلق، بهذا شابهت الزائد. إذن تشبه، تشبه حرف الجر الزائد بوجهين، من وجهين، وتشبه حرف الجر الأصلي من وجه واحد. لذلك قيل عنها، أو قيل عن هذا الحرف، إنه حرف جر شبيه بالزائد. اتضحوا له؟ فهمنا هذا؟ إذن هذا تقسيم حروف الجر. إذا تقرر هذا الآن سيذكر لك تقسيم حروف الجر بحسب ما ذكر. ذكر لك أن حروف الجر كم؟ 14. ذكر 14 من حروف الجر، هذه تنقسم إلى قسمين كبيرين. القسم الأول حروف الجر التي تجر الأسماء الظاهرة والأسماء المضمرة، تجر هذا وهذا، هذا القسم الأول. القسم الثاني حروف الجر التي تجر الأسماء الظاهرة فقط، وهذه التي تجر الأسماء الظاهرة تنقسم لأربع مجموعات، تمام؟ سندرس هذا في أي القسم الثاني في الدرس القادم، أما هذا سنقرأه الآن إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فالسبعة الأولى، إيش السبعة الأولى؟ ولذلك قلت لك رقم من إلى عن على في الباء اللام، هذه السبعة الأولى. قال: فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر، تجر الظاهر والمضمر. ثم مثل، نقرأ الأمثلة وكل واحد منكم يريد الإعراب يرفع يده. أنا بحثت عن شوكولاتة ما وجدت، فاشتريت هذا حتى تأتي الشوكولاتة إن شاء الله. بسم الله، تريدون الإعراب ولا تريدون؟ تريدون، جيد. بسم الله. قال: فالسبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر، نحو: ومنك ومن نوح. من يعرب؟ من يعرب ومنك ومن نوح؟ الذي يريد يرفع يده بنية الإعراب فقط، ليس بنية الويفر حتى لا يذهب عليه الثواب، تمام؟ لطفي، بسم الله. أيوة، استعدوا للذي بعده، ها، واحد بواحد. نعم، الواو بحسب ما قبلها من حرف جر، أحسن. بسم الله. ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل جر بحرف الجر. الواو عاطفة. نعم، مجرور به بحرف الجر، أحسن. أريد أن أسألك يا لطفي، أين مثال جر من للمضمر وأين مثال جر من للظاهر؟ من للمضمر كاف منك، في قوله منك جر الكاف، للظاهر من نوح، نوح
هذا مثال جر من للحرف الظاهر. جيد، أحسن، ممتاز، وصل. بسم الله، من تعرب من كنا؟ من؟ جميعا ستعربون. بسم الله، سبع جمل، سبع طالبات. بسم الله، تفضل. أين الآية؟ اقرأي الآية، ما هي؟ إلى الله مرجعكم. أيوة، إلى حرف جر، الله اسم الجلالة وعلامة جره. نعم، أحسنتي، أحسنتي. وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، مرجعكم مبتدأ مؤخر، والكاف مضاف، والميم للجمع. ممتاز، أين الشاهد؟ إلى الله. إلى هنا حرف جر، جرت ماذا؟ اسما ظاهرا، واضح؟ جرت اسما ظاهرا، ممتاز. الذي بعده من الشباب، الذي بعده من الشباب، فتح. بسم الله، إليه مرجعكم جميعا، تفضل. إلى حرف جر، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. أحسنت، والجار والمجرور في محل إيش؟ أحسنت. مرجعكم، مبتدا مؤخر، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم جمع. جميعا، ما إعراب جميعا؟ ليس توكيدا. جميعا، ما يعرب جميعا؟ حال. حال، أحسنت، حال، ممتاز. حال من المضاف إليه. هذه الآية فيها شاهد لمجيء الحال من المضاف إليه، واضح. مر هذا معنا في درس الحال، واضح. مر معنا أيضا في الكفراوي نفس المثال بلحمه ودمه، تمام. إليه مرجعكم جميعا، أين الشاهد؟ إليه، حيث أن إلى هنا جرت ماذا؟ أحسنت، جرت مضمرا، ممتاز. لتركبن طبقا عن طبق، ممتاز. أريد إعراب محل الشاهد فقط، أين محل الشاهد؟ ما؟ أين محل الشاهد؟ أين المثال؟ أين المثال؟ أشيري، أين المثال؟ هنا، أين الشاهد؟ عن، أيوه، هذا فقط. أعربي، عن، هذا إيش عن؟ حرف جر، أحسنتي، تمام. طبق، اسم مجرور بعن، علامة جره الكسرة الظاهرة، صح؟ جيد، هذا جر لاسم ظاهر أو لضمير؟ ها؟ طبق، طبق، هذا ضمير أو اسم ظاهر؟ ها؟ لا، اسمع، اسم ظاهر هذا، تمام؟ اسم ظاهر، تفضلي. جيد، لتركبن، لتركبن، كيف الآية؟ بالضم، صح؟ متأكد؟ متأكد أو لا؟ ها؟ تراجعون سورة الانشقاق أو لا تراجعون؟ بالضم؟ قراءتان، ما شاء الله الشيخ عبد الله بالقراءتين. قراءة، واضح؟ إيش أصلها؟ أصلها لتركبنن على هذه القراءة، على قراءتنا أصلها هكذا، انتبهوا معي. اللام هذه واقعة في جواب قسم مقدر،
تركبون، شوف كيف تعرب، تركبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي متماثلات، نون 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 ثلاث نونات، رونا ألوه، انتبه معي، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، إيش من نون؟ هذه النون علامة رفعه ثبوت النون، إيش من نون؟ هذه النون حذفت، هذه النون انظر محذوفة أو لا؟ ما سبب حذفها؟ سبب حذفها توالي المتماثلات، نون وهنا نونان، نون مشددة بنونين، واضح؟ فلما حذفت هذه النون ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ حصل أن هذا ساكن صح؟ وهذه النون المشددة تنفك بنونين ساكنة ومتحركة، إذن ستنفك هكذا، ستنفك هكذا بهذا الشكل بنونين، هذه ساكنة وهذه متحركة، ما الذي حصل هنا وهنا؟ التقى ساكنان، حذفنا السابق على القاعدة، واضح ولا لا؟ ايش هو السابق؟ الواو، ووضعنا الضمة للدلالة على الواو المحذوفة، فهمتم ولا لا؟ جيد، وبقيت هذه النون المشددة كما هي هكذا، إذن صارت ايش؟ لتركبن، هذه قراءتنا، جيد، إذن هذا الخطاب للناس، الواو واو الجماعة، وفي قراءة أخرى لتركبن أي محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، جيد ولا لا؟ فهمتم؟ ما معنى الآية؟ لتركبن طبقا عن طبق، أي سيحصل لكم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، الله أقسم أنه سيحصل لكم الانتقال يا خطاب من مرحلة إلى مرحلة، كنتم عدما ثم أصبحتم موجودين ثم تموتون ثم تبعثون، إذن هذه الآية تتحدث عن إثبات البعث، أقسم الله عز وجل أن البعث سيكون، وأنكم كما انتقلتم من قبل من العدم إلى الحياة ثم من الحياة إلى الموت، فبعد ذلك من الموت إلى البعث، لتركبن طبقا عن طبق، الشاهد من الآية عن جرت اسما ظاهرا، عن حرف جر، طبق اسم مجرور بعن، فهمتم ولا لا؟ واضح، واضح، هذا هذا الشاهد من الآية. الآية التي بعدها رضي الله عنهم ورضوا عنه، ها من يعرب؟ من يعرب؟ الإمام عروة عبد الله، من أيضا؟ من أيضا؟ فيصل، ما شاء الله فيصل، أعرب يا فيصل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نعم مقدما يجوز، سلم نعم أحسن، اسم الجلالة فاعل مرفوع، رضي الله عنهم، أحسنت ممتاز، بحرف الجر والميم للجمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم رضوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو والجماعة، عنه جار ومجرور، الشاهد يا فيصل عن هنا جرت ماذا وجرت ماذا؟ عن حرف الجر يجر اسم مضمر، جرت الهاء عنهم، وجرت الهاء مرة أخرى عنه، صح؟ أحسنت ممتاز ممتاز، إذن الشاهد أن حرف الجر جر مضمرا وهو عن،
عن حرف الجر جرا مضمرا. طيب أسألكم سؤالا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما معنى الآية؟ رضي الله عنهم عن ماذا؟ رضي الله عن طاعتهم، رضي الله عن عبادتهم، رضي الله أعمالهم الصالحة، ورضوا عنه أي ورضوا عن إثابة الله لهم. فهمتم؟ رضوا عن إثابة الله لهم. جيد؟ طيب جميل. بعده وعليها وعلى الفلك تحملون. ها، وعليها الواو، ايش اعراب الواو؟ الواو ايش اعرابها؟ الواو عاطفة، على ايش اعراب على؟ حرف جر، هاء ضمير. إذن عليها هنا جرت ضميرا، صح؟ عليها وعلى الفلك، الواو حرف عطف، صح؟ على ما اعرابها؟ حرف جر. الفلك، الفلك جر ماذا؟ الفلك هذا ضمير او اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. إذن عليها هذا مثال لجر على للضمير، على الفلك هذا مثال لجر على للاسم الظاهر. ما معنى الفلك؟ ما هو الفلك؟ أحسنتم، السفينة. الفلك السفينة، ممتاز. من يعطيني الآية من أولها؟ الآية في أي سورة هذه؟ ها؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة، صح؟ أنا قلت للأستاذ هذا يبدأ معكم ورد القرآن، بدأ تمام. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أيوة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، صح؟ ومنها تأكلون، صح؟ ألو وإن لكم في الأنعام لعبرة. إيش الأنعام هذه؟ إيش هي الأنعام؟ قيل الإبل الخاصة. من هذا قال؟ عجيب. الأنعام الأصل الألف واللام للعموم، تشمل الغنم، البقر، الإبل. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هذه الأشياء الثلاثة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، تشمل الإبل والبقر والغنم، صح؟ إيش قال بعدها؟ وعليها، على من؟ على الإبل فقط، لا أحد يركب فوق الغنم ولا أحد يركب فوق البقر، جاء الكراهة في ذلك، صح ولا لا؟ واضح. وعليها على إيش؟ على الإبل فقط. ولذلك قال بعض المفسرين إن المراد بالأنعام هنا خصوص الإبل. فهمتون ولا لا؟ ليش؟ لأن الله قال وعليها وعلى الفلك تحملون، فهذه قرينة على أن المراد بقوله وإن لكم في الأنعام خصوص الإبل، لكن الأقرب والله أعلم أن المراد بالأنعام ما يشمل الإبل والبقر والغنم. ويكون الضمير في قوله وعليها يعود إلى جزء من الأنعام، ويجوز أن الضمير يعود إلى جزء، واضح ولا لا؟ يجوز أن الضمير يعود إلى جزء، لا إلى كل ما المرجع، تمام؟ إلى جزء من المرجع، جيد ولا لا؟ وعليها وعلى الفلك، الفلك إيش؟ السفن، تحملون. فهمنا؟ فهمنا؟ إذن الآية فيها شاهدان، عليها على دخلت على مضمر، على الفلك دخلت على إيش؟ على اسم ظاهر، ممتاز. ثم قال وفي الأرض آيات، ها، من يعرب؟ من يعرب؟ من يعرب؟ أوه حسن، ما شاء الله، لا يفتو حسن في المدينة، تفضل يا حسن. نعم، في حرف جر مبني على السكون، نعم، والأرض اسم مجرور، أحسنت،
نعم. والجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم. آيات مبتدا مؤخر. أين الشاهد يا حسن؟ في الأرض. ما وجه الاستشهاد في هذه؟ حرف جر، جرت ماذا؟ مضمر أو جرت اسم ظاهر؟ جرت اسما ظاهرا. أحسنت، ممتاز ممتاز. الذي بعده. وفيها ما تشتهيه الأنفس. وفيها الواو، ما إعراب الواو؟ ها الواو نقول بحسب ما قبلها. طيب فيها، في حرف جر، الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. ممتاز، يكفي لهنا. فيها ما تشتهيه، فيها جار مجرور في محل رفع خبر مقدم. تمام. ما موصولة بمعنى الذي، موصولة بمعنى الذي. فيها أي في الجنة الذي تشتهيه الأنفس. إذن ما هذه موصولة بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ مؤخر، جيد ولا لا؟ تشتهيه الأنفس فعل وفاعل مفعول به صلة موصولة محل رفع من الإعراب. أين الشاهد؟ فيها. إيش وجه الاستشهاد؟ ما وجه الاستشهاد؟ أن في حرف جر دخلت على ضمير، جرت ضميرا، جيد. طيب بعده بارك الله فيكم. آمنوا بالله. ما شاء الله، هذا سهل جدا. اسمك؟ أحمد أو محمد؟ نفسه مثل أمس محمد، ولا بأس بأحمد. أعرب آمنوا بالله. لا 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 تأخذ الآن، بعد الإعراب تأخذ الآن. لا رأيتك تمد يدك، تفضل. آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. أحسنت. أحسنت، ممتاز. آمنوا بالله، باء حرف جر. نعم. اسم الجلالة مطلوب لحرف الجر مكسور الآخر، جيد. أحسنت. أيش الشاهد؟ ها أيوة، وجه الاستشهاد ها أن حرف الجر الباء جر الاسم الظاهر. تمام. أحسنت، ممتاز. قال آمنوا بالله، آمنوا به. نايلة الفردوس، تفضلي. فردة، إيش هذا فردة؟ نايلة الفردوس جيدة، تفضلي. آمنوا به. نعم. فعل أمر مبني على ماذا؟ ليس مبنيا على الضم، مبني على حذف النون. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، جيد. فعل أمر مبني على حذف النون. أحسنتي. نعم أيوة. والباء حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على، مبني على به، مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، صح؟ أيش الشاهد؟ أن الباء يجر الاسم المضمر، صح؟ جيد. طيب بعده. لله ما في السماوات. من إمام؟ أنت عربت أو لا؟ عربت أو لا؟ ما عربت؟ لم يعرب اليوم؟ آه. طيب تفضل، لا بأس. نعم. أيوة، اللام حرف الجر. أحسنت. لله اسم مجرور، الله اسم مجرور، أيوة، وعلامة جره. أحسنت. ما في السماوات، ما إيش نوع ما هذه؟ موصولة مبتدأ مؤخر، صح؟ ممتاز. أجلش إيش تشاهد؟
ما الشاهد لله؟ أن اللام جرت اسما، أحسنت، أن اللام جرت اسما ظاهرا. له ما في السماوات، تستطيع أن تمسك؟ تستطيع، جرب، ما شاء الله. له ما في السماوات، نعم، له ما في السماوات، أيوة، اللام حرف جر، ممتاز، أحسنتي، ممتاز. خبر مقدم. له ما في السماوات، ما هذه؟ إيش من نوع؟ ها؟ ما هذه؟ إيش من نوع؟ موصولة في محل رفع مبتدأ. ما في السماوات، هذه في السماوات صلة الموصول. إيش الشاهد من الآية؟ أحسنتم، حرف الجر هنا اللام جر الاسم، الاسم المضمر. له ما في السماوات فقط، الاسم المضمر له في السماوات فيه، لكن هو يريد أن يشد اللام فقط. أحسنتم، ممتاز. طيب الذي بعده، بارك الله فيكم، خلاص انتهى، انتهى ما شاء الله، حتى هذا انتهى خلاص، بقي هنا اثنان. قال والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر، هذا مفتتح الدرس القادم، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.